Welcome our dear students of grade 2. النهارده معانا مع lesson number 11، يعني هنبدا في chapter 2. وخلينا كده نعمل in the beginning نعمل ايه summarize لكل الحاجات اللي هتبقى عندنا في chapter 2. chapter 2 هنتكلم على الادشن وهنتكلم على السبتراكشن. chapter addition يعني هنتكلم على البلس the sign of addition، كمان هنتكلم على الماينس the sign of subtraction. طيب هيبقى عندنا ايه كمان؟ هيبقى عندنا strategies او ways او methods to solve exercise. ازاي اقدر احل بالاستراتيجي دي؟ في حاجه عندنا هيبقى عندنا الكاونتنج اون تو اد اند سبتراكت، يعني انا بعرف اعمل كاونتنج اون 1 2 3 4 ده كاونتنج. ازاي هستخدم الكاونتنج ده في الاديشن وكمان في السبتراكشن؟ طب في ايه كمان؟ في عندنا كمان adding 10، هتعلم ازاي اعمل plus 10، موضوع سهل جدا، او minus 10 كمان. طيب هتعلم كمان how to make 10، ازاي لو عندي 2 numbers ازاي ممكن اعمل منهم 10. كمان هنتعلم addition and subtraction using doubles، ازاي هكلم الدبلز وهنتعلم يعني ايه doubles. doubles يعني النمبر and itself، يعني 2 plus 2 3 plus 3 5 plus 5 and so on. طيب هيبقى عندنا ايه كمان؟ هيبقى عندنا حاجة مهمة جدا، هيبقى عندنا finding a missing chapter hand and missing addend. يعني ايه chapter hand ويعني ايه addend؟ هنتعلم يعني ايه chapter hand ويعني ايه addend. كمان هيبقى عندنا exercise على finding missing chapter hand and finding missing addend. هيبقى عندنا كمان word problem، يعني ايه؟ يعني story، يعني حكاية هنحكيها وفي الاخر هيبقى فيها task او mission او حاجة هيطلب مننا. طيب هنعتمد على ايه؟ depends on addition and subtraction. طيب how can we solve it؟ هنحلها ازاي؟ هنحلها باستخدام الاستراتيجي اللي احنا اتعلمناها اللي هي الدبلز او make a 10 to add and subtract او counting on to add and subtract. موضوع سهل جدا، chapter 2 كله هنتكلم فيه على الادشن والسبتراكشن وهتعلم فيه حاجات جديدة هتخلي الموضوع very very easy. هنبدأ مع بعض lesson number 11، بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير لكل فيديوهاتنا علشان توصل لكل أصدقائنا، كمان تعملوا سبسكرايب للبيج بتاعتنا لسكولة أو لسكولة كيدز علشان توصلكم كل الفيديوهات. يلا مع بعض نبدأ lesson number 11. Welcome again our dear students of grade 2 with lesson number 11 from chapter 2. ومعانا ومعاكم النهاردة نوجا. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازيك يا نوجا، عاملة ايه؟ الحمد لله. النهاردة احنا يا نوجا هنتكلم على doubles and doubles plus 1، بس خلينا في الاول نراجع الdaily task بتاعنا. حاضر. Days of the week, months of the year. ها 7 days are in a week. ها يلا نقولهم يا نوجا. يلا. ها Sunday, Monday, Tuesday, تمام. Wednesday, تمام. Thursday, تمام. Friday, Saturday. Well done يا نوجا. 7 days are in a week. طب يلا months of the year، ها هما كام يا نوجا؟ هما 12. تمام يلا. ها January, January. February, March. تمام. April, May. تمام. June, تمام. July, August, تمام. September, تمام. October, تمام. November, December. Well done يا نوجا، وكمان ستار كبيرة علشان نوجا الشطورة. طيب بصي معانا هنا. ادي ال 120 chart احنا بنستخدمه to count how many days we have been in the school. الليسن بتاعنا النهاردة lesson number 11، فاحنا بقالنا كم يوم هنا يا نوجة؟ اكيد 11. أيوة. تمام. so we make a circle around number 11. 11. طيب النهاردة هنتكلم على doubles. يعني ايه doubles؟ doubles يعني هعمل plus to any number with itself. يعني ايه؟ يعني 1 plus 1 ادي الدبل بتاع 1. تمام. طيب نعرف يعني كام، تقول لنا كام كده بيساوي 1 plus 1؟ ها equals 1 plus 1 2. يا سلام يا نوجة، ادي عندي 2 wings، ادي 1 plus 1 equals 2. شطورة انت خالص النهارده يا نوجة. ها ادي 6 slices، تعالي نعد، ادي 1 2 3 4 5 6. طيب لو هعمل لها دبل هيبقى 6 بلس 6. برافو يا نوجا، يلا ها after 6
7 7 8 9 ها 10 ها 11 ها 12 تمام well done يبقى 6 plus 6 equals 12 well done نوجا ها تمام 3 plus 3 ادي 3 legs and another 3 legs ها يلا يبقى 3 ونعمل count after 3 ها 4 5 6 6 تمام يبقى 3 plus 3 تمام يبقى the double of number 3 is 6 والدبل بتاع ال 6 12 والدبل بتاع ال 1 كام يا نوجة 2 plus 1 2 طيب ادي flowers جميلة اهي ادي 4 and 4 يبقى the double of number 4 ها يلا after 4 5 6 7 8 تمام 8 يبقى 4 plus 4 equals 8 يبقى the double of number 4 equals 8 تمام وادي 5 cards and another 5 يلا تعالي نجيب ال double of number 5 5 تمام equals 5 plus 5 equals 10 تمام يبقى the double of number 5 equals 10 5 plus 5 equals 10 تمام يا نوجة تعالي بقى علشان انا عارف انت بتحب الدروينج عندنا اكسرسايز كله درو بيقول لي draw dots to make this double write the number sentence اول واحدة اوكي solve it 4 1 2 3 4 والدبل بتاعها هيكون كام؟ هيكون كمان 4 يبقى 4 plus 4 equals 8 تمام يا نوجة طيب ها how many dots؟ ها 1 2 to make it as a double we add كمان 2 يبقى 2 plus 2 يبقى 2 plus 2 يلا نعمل count 1 2 3 4 well done يا نوجة يبقى 2 plus 2 equals 4 جميل يا نوجة اوكي ها 1 2 3 4 5 6 7 طيب 7 علشان تبقى دبل يبقى 7 plus 7 well done يا نوجة ادي 1 2 3 4 5 6 7 يبقى 7 plus 7 تعالي نعمل count after 7 ها 8 9 10 11 12 تمام 13 14 well done يا نوجة يبقى 7 plus 7 equals 14 1 plus 1 well done يا نوجة 1 plus 1 1 plus 1 equals 2 well done معروفة well done يا نوجة لسه قايلينها من شوية ها count 1 2 3 4 5 يبقى 5 ها plus 5 well done يا نوجة علشان تبقى double يبقى 5 plus 5 ادي 1 2 3 4 5 dots يلا نعمل count after 5 6 7 8 9 10 10 so خالص. يبقى the double of number 5 is 10 well done يا نوجة يلا اخر حاجة معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 طيب علشان تبقى دبل ها يبقى 8 plus 8 plus 8 تمام يبقى 8 ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 well done يا نوجة يبقى 8 plus 8 equals 16 اتعلمنا الوقت يا نوجة ازاي نعمل دبل لما يكون عندي نمبر اعمل له دبل يعني ايه يعني اعمل له بلس مع مين مع نفسه يعني 4 plus 4 7 plus 7 9 plus 9 6 plus 6 طيب يا نوجة قبل ما نروح للاكسرسايز بتاعنا هتقول لنا 3 plus 3 3 plus 3 equals 6 well done يا نوجة طيب سهلة خالص انا حبيت الموضوع ده طيب
تعالي كده نروح بسرعة نشوف اكسرسايز تاني ونشوف مع اصدقائنا ازاي هنستخدم الموضوع ده في الادشن وفي السبتراكشن. يلا بينا. يلا بينا. يلا يا نور. ورجعنا لكم تاني وما تنسوش احنا النهارده معانا ليسن نمبر 11 اللي بنتكلم فيه على دبلز اند دبلز بلس 1. اتعلمنا في البارت الاولاني من السيشن بتاعتنا ازاي اعمل دبلز لاي نمبر بتاعي. يعني ايه دبلز؟ يعني اعمله اد ويز اتسلف، يعني 2 بلس 2 4 بلس 4. طيب ازاي هستخدم ده في الادشن؟ هنتعلم دلوقتي. تعالوا بسرعه نفتكر اد رايت ذا سم. ها 4 بلس 4 مين فاكر؟ تمام، ويل دان ويل دان، برافو. ايكوالز 8 لازم تقوله قبل مني. ها 10 بلس 10 اتس سو ايزي، عارفينها. تمام، ايكوالز 20. تمام، موضوع الدبل ده لازم اكون عارفه زي اسمي بالظبط. ها 2 بلس 2 2 اند 2 تمام، ايكوالز 4. ها 7 بلس 7 7 اند 7 اكسلنت 14 تمام. ها 3 بلس 3 ذا دبل اوف نمبر 3 اكسلنت ايكوالز 6. ها سامع حد لسه بيعمل كاونت؟ المفروض نكون اتعلمناهم من جريد 1 ومن السيشن اللي فاتت. يلا 9 بلس 9 9 اند 9 تمام ايكوالز 18. ها 8 بلس 8 لسه قايلينها من شويه، لا مش هنعمل كاونتنج. تمام 16. ها 5 بلس 5 سو ايزي. ها اكسلنت 10. ها قبل مني قولوا بسرعه 1 بلس 1 اوه عارفينها من الكيجي 2. تمام 6 بلس 6 ايكوالز تمام 12. ادي الدبل بتاع النمبرز بتاعي كلهم فروم 1 تو 10. هحتاجهم دلوقتي، هحتاجهم ازاي؟ بص معايا. ها write the sum. ادي الحكاية بتاعتنا 6 plus 6 تمام عارفينها equals 12 اهو the double of number 6. طيب ده هيخلينا بص what is the sum of 6 plus 7. بص كده على 6 and 6 6 plus 7. ها what is the difference between them؟ اهي ال 6 added، ال 6 زي ما هي. طب هنا we add 1 تمام، يعني أنا عارف إن 6 بلس 6 إيكوالز 12. طب هنا إيه اللي اختلف؟ وي آد 1 عملت بلس 1 زودت 1. طب ما أروح على 12 هي كمان أعمل لها بلس 1 يبقى إيكوالز 13. أنا هنا مش محتاج إن أنا أعمل كاونتنج ولا فروم ذا جريتر ولا فينجرز ولا أي حاجة، أنا عارف دي أز فاكت خلاص بقى 6 بلس 6 إيكوالز 12. طب ايه الفرق بين 6 بلس 6 و 6 بلس 7 1؟ يبقى زود على طول على 12 1. تاني اوكي 3 بلس 3 ها ايكوالز ويل دان برافو 6. طيب بص كده ادي 3 زي ما هي وادي 3 بلس 4 هنا عملنا ايه؟ تمام بلس 1. هروح على الريزلت، هروح على ذا سم هو كمان واعمل له ايه؟ بلس 1. يبقى 3 بلس 4 ايكوال 7. لازم نخرج بعد الشابتر 2 خلاص، لازم ما اشتغلش على الفينجرز تاني. هعرف استراتيجيز كتير اشتغل بيها وذاوت ايه فينجرز، خلاص انا كبرت. ادي اول استراتيجي عندي اللي هي دبل. انا عارف ان 3 بلس 3 ايكوال 6، طب 3 بلس 4 يبقى 6 بلس 1 7. وخلي بالك ده هعملها كلها مينيتالي، مش محتاج ان انا استخدم ايه بيبر اند بن، خلاص انا عارف. طب 3 بلس 3 ايكوال 6، 3 بلس 4 يبقى 6 بلس 1 يبقى 7 تمام. زي ما هنحل دي حالا 8 بلس 8 ايكوالز 16. هروح افكر طيب هو ايه 8 بلس 8 8 بلس 9 فرقت عنها ايه؟ ده هنا عملنا اد 1 يبقى 16 بلس 1 17 على طول without counting ولا greater ولا fingers ولا اي حاجه تمام. اوكي 9 بلس 9 ها وي نو ذات 9 بلس 9 ايكوالز 18. انا عارف ان 9 بلس 9 ايكوالز 18. طيب 9 بلس 10، طب 9 بلس 10 وي اد 1، احنا عملنا بلس 1 على ال 9 بقت 10، اروح على ال 18 على طول 18 بلس 1 تبقى تمام 19.
موضوع كله على طول مينتالي، مش محتاج ان انا اعمل كاونتنج. رايت ذا سم اهو. طب بص كده، ادي 2 بلس 3. بص كده، ال 3 دي لازم اطلع منها الدبل اوف نمبر 2 اللي هو مين؟ ال 2. يبقى 2 بلس 2 2 بلس 2 4 4 and 1 5. وخلاص احنا عارفين لما بعمل بلس 1 we find the number after that number، يعني 4 بلس 1 5 5 بلس 1 6 7 بلس 1، ها هجيب النمبر اللي بعد ال 7 يبقى 8 9 بلس 1، what is the number after 9 10، يبقى 10 على طول. بلس 1 يعني لو انا قلت 7 بلس 1، ها ايه النمبر اللي بعد ال 7 8، يبقى 8. طيب قلت 4 بلس 1، what is the number comes after 4 5، يبقى equals 5. خلاص دي بلس 1، ولما نيجي هنتكلم في subtract هنتعلم minus 1. طيب بص كده، 4 بلس 4، هروح على السمولر اللي هو ال 4، يبقى ال 4 هجيب الدبل بتاعه. طبعا واحد يقول لي الدبل اوف نمبر 4 3، طبعا ذا سيم نمبر يبقى 4. طب اتبقى هنا ايه من ال 5؟ ادي ال 1. طيب 4 بلس 4 دي كمان دبل، 4 بلس 4 8 8 and 1 9. سو ايزي. هذا اكسرسايز تمام. ادي 1 بلس 1، ادي السمولر زي ما هو. طب وال 2 هطلع منها الدبل بتاع السمولر اللي هو ال 1 تمام. اتبقى عندي ايه هنا من ال 1؟ اتبقى 1 اهو، لان 1 بلس 1 2. طب بص كده، ادي دبل 1 بلس 1 2 2 and 1 3. سهله جدا جدا. ها كمان اكسرسايز، 5 بلس 6 5 and 6. انا بعمل addition by using doubles and doubles plus 1. انا من هنا ادي doubles plus 1، اجيب الدبل ال 5 اللي هي السمولر زي ما هي. طيب ال 6 هجيب منها double of the smaller، ها مين؟ ايوه double of number 5 هي ال 5 تمام. اتبقى ايه من ال 6؟ ادي 1. بص كده 5 plus 5، ادي دبل انا عارفه 10 10 plus 1 10 and 1 equals 11. يبقى احنا في السيشن النهارده اتكلمنا على الدبلز، عرفنا ازاي كل نمبر اعمل له اد مع الدبل بتاعه. يعني ايه مع الدبل بتاعه؟ يعني with itself، يعني 5 plus 5 2 plus 2 3 plus 3. وعرفت كمان ازاي استخدم ده في الادشن، يعني لما يكون عندي 5 بلس 6 هطلع من ال 6 دي 5 عشان يبقى 5 بلس 5 5 بلس 5 10 10 بلس 1 11. وتعلمنا كمان ازاي اعمل بلس 1. بلس 1 يبقى ايه؟ find the number after that number، اللي بعده على طول تمام. دي كانت السيشن بتاعتنا واللي اتكلمنا فيها على دبلز، دبلز بلس 1. خليكم معانا كمان، هنرجع لكم في ليسن نمبر 12 وليسن نمبر 13 اللي هنتكلم فيهم كمان على how to add two numbers by using a strategy. ما تنسوش كمان تتابعوا كل الحلقات من على السكولا والسكولا كيدز. ما ننساش كمان نعمل سبسكرايب للبيج بتاعتنا ونعمل لايك وشير لكل الفيديوهات علشان توصل لاصدقائنا، ونشوفكم ان شاء الله في السيشن الجاي.